بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا جدا من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس. أكثر الناس التي ستسمع الدرس الآن يعني ستقاتل من أجل تنفيذ ما سأقوله في الحديث أو من أعظم الثواب الذي سأقوله الآن. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي الأحوص، والإمام المستغفري في كتابه فضائل القرآن، والإمام الثعلبي من كبار علماء التابعين في كتابه الكشف والبيان. الحديث له طريقان، فهو حديث إن شاء الله حديث حسن صحيح. الطريق الأول صححه ابن حبان من حديث أبي الأحوص، والحديث الثاني عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنه عن السيدة عائشة. عروة بن الزبير ابن أخت السيدة عائشة، السيدة عائشة تبقى خالة عروة بن الزبير، وسيدة الزبير بن العوام زوج أسماء بنت أبي بكر أخت السيدة عائشة. فعروة بن الزبير رضي الله عنه أخو عبد الله بن الزبير هو راوي الحديث، فراوي الحديث ابن اللي هو عبد الله اللي هو هشام ابن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة البقرة وآل عمران إيمانا واحتسابا جعل الله له يوم القيامة جناحين، في رواية منظومين، وفي رواية تانية مدرجين بالدر والياقوت، يطير بهما على، في رواية يطير بهما وسكت، في رواية تانية يطير بهما على الصراط أسرع من البرق. بمعنى اللي بيقرأ سورة البقرة سورة آل عمران إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني مؤمن إيمان صحيح بالتوحيد الصحيح برب العالمين سبحانه وتعالى، ومؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الصحيح، واحتسابا مصدق بالثواب الموجود في الحديث، بيحتسب الأجر وهو بيعمل الحديث، وهو بيعمل الحديث ربنا هيجعل له يوم القيامة جناحين منظومين أو مدرجين بالدر والياقوت يطير بهما على الصراط اللي هو أدق من الشعرة وحد من السيف، هيضرب على متن جهنم بطولها وطول الصراط كما قال علماء الصحابه مسيره 15,000 سنه، هتطير على الصراط، هتعدي على الصراط بسرعه اسرع من سرعه البرق. فشوف الفضل العظيم. فكتير من الناس بيقرا، طبعا الحديث دي قويه، حديث ثانيه كتير قلتها قبل كده، أنا قلت لحضرتكم قبل كده اللي بيقرأ سورة البقرة كل ليلة ربنا سبحانه وتعالى بيتوجه بتاج عظيم في الجنة، الجوهرة فيه تطمس نور الشمس، جوهرة واحدة فيه أفضل من الدنيا ما فيها، تطمس نور الشمس. واللي يقرأ البقرة وآل عمران في ليلة الجمعة دي في رواية، وفي رواية تانية كل ليلة ربنا سبحانه وتعالى بيجعل له نور يوم القيامة، يجعل له نور كما بين، في رواية كما بين سبع سماء وسبع أرض، في رواية كما بين عجيبة وعروبة، العلماء قالوا عروبة العرش وعجيبة بعض العلماء قالوا عجيبة سبع أرض وعروبة سمع سبع، وبعضهم قال ما بين زي سبع ما بين سبع أرض والعرش. لما ربنا يديك نور من سبع أرض سبع سماء، يبقى ده مش ده أول حديث ويصححه أكيد، إن يكون معاك نور عظيم على الصراط تعدي بيه زي البرق. فكتير من الناس بيقرأ البقرة كل ليلة تبارك بها، عشان يعني تبارك بها لان فيها ثواب عظيم، لا اقرا كمان سوره آل عمران خاصه ليله الجمعه للفضاء العظيم اللي قلتها دلوقتي، نور عظيم من سبع ارض لسبع سماء، تاج عظيم في الجنه، وجناحين مدرجين او منظومين بالدر والياقوت تمر بهما على الصراط كالبرق، فالاسرع من البرق كمان. فبالتالي مفيش انسان عاقل يقدر انه يعمل يعني ينفذ الكلام ده وما ينفذوش. فيا ريت كل اللي سامعني دلوقتي خاصة الناس اللي مواظبة على قراءة سورة البقرة كل ليلة، اللي بيخليك تقرا البقرة كل ليلة اقرا معاك كمان آل عمران، هم دول الزهراوين مرتبطين ببعض الاثنين الزهراوين. ففضل آل عمران مع البقرة أفضل بكتير من البقرة لوحدها، يبقى أنت بتقرا البقرة اقرا مع آل عمران ايمانا واحتسابا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يشرفك رب العالمين سبحانه وتعالى بجناحين من الدر والياقوت، مدرجين من الدر والياقوت تطير بهما اسرع من البرق على الصراط، وده معناه الوصول، ان تكون من السابقين الى الجنه، من اسبق السابقين الى الجنه وصولا الى الفردوس الاعلى من الجنه.
فيا ريت كل سمعني دلوقتي تقيم هذه السنه العظيمه، السنه العظيمه لان فضلها عظيم جدا. بس ويا ريت ما تنسوش تدعوا لي، يعني الناس اللي ادعوا لي ان يبارك الله سبحانه في هذه الدروس وهذه القناه حتى تصل الى ملايين الناس. فيا ريت تنشروا هذا الدرس، وانا هكتب لكم هحط لكم كل الاحاديث برواياتها واسانيدها في الوصف. استخدم هذا الكلام وشو اقول قولي هذا، استغفر الله.